كان الرئيس السيسي قد شهد حفل تخريج طلاب مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، واستمع الرئيس إلى شرح عبر تقنية الفيديو كونفرنس عن مشروعات الطلاب ورواد الأعمال في المنطقتين التكنولوجيتين في مدينة أسيوط الجديدة وبرج العرب بالإسكندرية ومركز الأعمال والإبداع بالقرية الذكية بالقاهرة. كما استمع الرئيس إلى نماذج من تجارب شباب المبدعين ورواد الأعمال المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد تكنولوجيا المستقبل، وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المبادرة.